الجائزة في هذا الشوط سيارة بالانتظار. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشرة مع هذا الانطلاق والمسار لهذا الشوط بمقدمة الشوط وبالمركز الأول غزيلة لعبد الله بن مهير بالصايق المزروعي هو في مقدمة الشوط ويعلن حضور بالصايق مع القيادة والصدارة. المركز الثاني اللي من تتاتي في المركز الثاني السائحة تعود الملكية السائحة لبيات بن حمد بن علي بالسم المنصوري ولكن التغيير يبدو من مزون من غيرت مع المركز الثاني تعود الملكية لعلي بن صالح بن هادي المحامض اليامي من ينطلق ويقدم لنا مزون مع المركز الثاني الدور دور المركز الرابع وراء الوصول هنا والتقدم الممتاز في هذه اللحظات من شواهين تعود الملكية لشواهين ليمعة بن عبيد بن محمد الراشدي مع المركز الرابع انتقل مباشرة إلى المركز الخامس وراء الوصول والقدوم من الفائزة سالم بن محمد بن طالب بن عقيل المري من يقدم لنا الفائزة مع المركز الخامس سادس المراكز وصلت جواهر بطي بن علي بن محمد بن واسل الكبي مع المركز السادس المركز السابع أرى القدوم مشاهدين الكرام والوصول هنا من الشاهنية سعيد بن سويد في هذه اللحظات يا مشاهدين الكرام من تصل وتتقدم وغيرت مع المركز السابع نجوى السهيل بن أحمد بن دري الفلاحي غيرت مباشرة مع المركز السابع المركز الثامن من الجانب الآخر هنا من تصل مشاهدين الكرام وتأتي بكل قوة بكل جدارة في هذا الانطلاق والمسار يا سلام أرى الوصول من الخوار مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين والقدوم مع المركز التاسع في هذه اللحظات أرى من تتقدم عسيلة سعيد بن منانة من يصل هنا ويقدم لنا عسيلة مع المركز التاسع وفي عاشر المراكز وصول من سلهودة لسعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي هكذا النداء اكتمل للمراكز المتقدمة ولهذا الشوط نعود مع البداية نعود مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول مع الانطلاق الأول المسار الأول هنا والقدوم مع الصدارة ما زالت غزيلة غزيلة مسيطرة مع البداية منطلقة بكل قوة منطلقة بكل جدارة في مقدمة الشوط لعبد الله بن مهير بالصايغ المزروعي المركز الثاني هملول عبيد بن بخيت بن غنام الهاملي مع المركز الثاني ومن تتقدم في هذه اللحظات ثالث المراكز يا سلام من تغير في هذه اللحظات وتنتزع المركز الثالث من ترافق هملولة العبيد بن بخيت بن غنام الهاملي يا سلام الكوكب الثلاثية تشكل هنا بهذا الانطلاق مع المركز الثاني اللي هي مزون علي بن صالح بن هادي المحامض اليامي مع المركز الثالث المركز الرابع نجوى تقترب مع المركز الرابع وتغير من مركز إلى مركز سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي المركز الخامس وصول وقدوم من الفائزة سالم بن محمد بن طالب بن عقيل المري من يقدم لنا الفائزة مع المركز الخامس المركز السادس أرى القدوم في هذه اللحظات والوصول مع المركز السادس الكل بدي ينطلق الكل بدي يتقدم هنا جواهر بطي بن علي بن محمد بن واسل الكتبي مع المركز السادس المركز السابع هنا تتقدم الخوارة مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين أرى الوصول من عسيلة سعيد بن منانة من يقدم لنا عسيلة الكل بدي ينطلق الكل بدي يتقدم الطموح الفوز والناموس والانتصار طعمه غير في مهرجان سمحة في عاصمة الميادين ميدان الوهبة الذي يشهد هذه الانطلاقات نعود مع البداية نعود مع المقدمة والعودة أحمد مع عسيلة عسيلة مع البداية عسيلة مع مقدمة الشوط ما زالت مسيطرة أو غزيلة غزيلة لعبد الله بن مهير بالصايغ المزروعي ولكن هنا هملولة وصلت هملولة وصلت نجوى وصلت الفائزة يا ترى كوكب رباعية مع البداية قدوم من نزول تعود الملكية علي بن صالح بن هادي المحامض اليوم يا سلام ولكن نجوى مع البداية نجوى مع المقدمة تعود الملكية
لين يقول السهيل بن احمد بن دري الفلاح يا سلام من ترافق نجوه هنا تنطلق الفايزة تعود الملكية لسالم بن محمد بن طالب بن عقيل يا سلام القدوم من هملولة عبيد بن خيط بن غنام الهامل يا سلام لمن الفوز صرع الأبطال صرع الأقوياء لمن الفوز الخوارة وصلت ووصل الخيارين يقدم لنا الخوارة ديروا البال من الخوارة مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين لمن الفوز لمن الناموس نجوى مع البداية نجوى ما زالت الأقرب نجوى المسيطرة يا ترسيل بن أحمد بن دري الفلاحي هو من يحكم القبض مع الصدارة مع مقدمة الشوط مع المركز الأول الفائز في المركز الثاني كيلو متر أخير لا بعد كيلو إلا السيارة لا بعد كيلو إلا الناموس لا بعد كيلو إلا الفوز المركز الثالث هملول عبيد بن مخيط بن غنام إلهام يا سلام ولكن شوف شيء يا الحبس يا سلام الطيارة الطيارة أول إذا على الطيارة السيل بن سلطان بالعيب الرشيد الاكتبي ما يبنى الطاري إلا في الأمتار الأخيرة ولكن هناك نجوى نجوى مع البداية نجوى مع المقدمة ما زالت المسيطرة ما زالت الأقرب بن دري بن دري مسيطر مع مقدمة الشوط الفايز مع المركز الثاني هملول مع المركز الثالث وأيضا وصول هنا وقدوم من الشاهنية سعيد بن سويد بن زايد بن جشمال المنصوري وصل بالنصرة الكل بدي ينطلق هنا قدوم من مياسة صالح بن محمد بن نصرة العامري نعود مع نجوى 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 يا نجوى هي في البداية هي في المقدمة نجوى تعود الملكية للسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي ولكن هنا رجل المفاجآت قادم بكل قوة بالنصرة صالح بن محمد بن نصرة العامري من يقدم لنا مياسة مع المركز الثاني نجوى الأقرب نجوى المسيطرة انطلقت إلى الناموس انطلقت إلى الفوز للسهيل بن أحمد بن دري الفلاح يا سلام صباحك ورد صباحك فل يا أبو أحمد على هذا الفوز والإبداع والانتصار تهانينا والناموس للسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي على هذا الفوز والانتصار نجوى هي من تأتي مع المركز الأول وناموس هذا الشوط المركز الثاني مياسة صالح بن محمد بن نصر العامل المركز الثالث من وصلت الشاهنية سعيد بن سويد بن زاد بن قشم المنصوري المركز الرابع الطيارة السهيل بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي والمركز الخامس الفائز سالم بن محمد بن طالب بن عقيل المري هكذا التحدي والمتعة والإثارة والفوز والانتصار تذهب به نجوى وتهدي مالكها سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي من قدم لنا نجوى وحدة فوز وناموس هذا الشوط تهانينا لسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي على هذا الفوز والانتصار ها هي أمامكم الإعادة من مخرجنا أسام الهواري شكرا على هذه الإعادة والملخص لهذا الشوط بالأمتار الأخيرة والتوقيت الزمنية الذي يوافينا بها بعد كل شوط ها هي أمامكم نجوى من مسافة 6 كيلومتر 9 دقائق 23 ثانية 7 من الأجزاء تهانينا لسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي من قدم لنا نجوى وأسعد الله صباحك يا بن دري على هذا الفوز والانتصار التوقيت الزمني للمركز الثاني 9 دقائق 24 ثانية 5 من الأجزاء تهانينا والناموس من احتلت المركز الثاني مياسة صالح بن محمد بن نصر العامري وفي ثالث المراكز كانت من نصيب الشاهنية لسعيد بن سويد بن زايد بن قشمال المنصوري التوقيت الزمني 9 دقائق 28 ثانية جزء واحد يتيما من الثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز بالمركز الثاني لمالك الشاهنية سعيد بن سويد بن زايد بن قشمال المنصوري تهانينا والناموس للجميع.